اهلا وسهلا بكم على قناة الكبير ون، واولى حلقات برنامج المسابقات المثير. برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنة وينمي قدرات الطفل المزاريطي، وصدقوني البرنامج ده مش للاطفال وبس، لا ده هيشد الكبار كمان. عارفين يا اولاد اسم البرنامج ايه؟ جوستن. ما سمعكم شيء، اسمه ايه يا اولاد؟ جوستن. براو عليكم. ومعانا العروسه دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج. البقره دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جاموستي. يلا يا حد عبد مجيد. جاموستي. حاجه بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء، سهله قوي. حد عرفها؟ ها جاموستي. ماشي. في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا. ها قول انت. جاموستي. جاموستي ايه يا جاموس انت؟ ما هو اضحكي في السمسة. ها اقول انا ابله هذي، اقول انا، اقول انا. قول يا حج عبد المجيد. وابو رجاز. جاز لما يحرقك. تبدأ المعركة دلوقتي، عم نسبلها ومسكوا في بعض. نديها بالبني اللوكمية، نديها باللوكمية، نديها بالشلوك، سوفليكسة رائعة مع تثبيت القدمية التانية. أوبا 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 أوبا. أنا بجد مش قادر أفهم يا توماس، ليه الناس كلها منجذبة للقناة الكبير؟ ليه؟ أنا مش مصدق، احنا كنا محققين اعلى نسبه مشاهده في المزاريطه والقرى اللي حواليها، المقاليطه والبقاليطه والملطيطه. وبعدين هنعمل ايه جوني؟ احنا في نزول مستمر، احنا بنقع. عارف احنا بنقع. عارف بجد احنا بنقع. عارف عارف. خلاص هنعمل ايه؟ طيب انا مش فاهم، الناس سايبين الام بي اي، تخيل سايبين الام بي اي ويتفرجوا على مصارع حريمي. انا بجد مش مصدق. قولي بقى احنا نعمل ايه لو سمحت. لا جوني جوني. سوري سوري. انت بتتفرج عليها؟ سوري سوري، اصل كانت بتضربها قطعتها خالص. بص جوني خليك معايا، قول لي هنعمل ايه. توماس توماس، يعني انت عملت اللي عليك خلاص، اوكي في حدود امكانياتك. انت بجد يعني شابوه، عملت اللي عليك. بس هتعمل ايه؟ ربنا خلقك امكانياتك قد كده. دلوقتي انا هتدخل. انت مشكلتك يا توماس انك من بره بس قشره، يعني معرفتش توصل للكالتشر والجمهور عاوز ايه، معرفتش تعملها دي لانك من بره سطحي. يعني حتى التاتو بتاعك تنين، يعني ايه تنين؟ ولا حاجه. بص يا معلم، احنا اشترينا افلام اكشن وساينس فيكشن. في ماتريكس، افاتار، ايرون مان، باد بوي. بص يا معلم، احنا ننزل اي تي في افاتار في ماتريكس. يا هتشوف. تعالى كده بس. او ماي جاد، جامده ام احمر. ها ما شفتش حاجه. ام ازرق دي في اول الماتش كانت لابسه نحله، لما قلعته بهدلتها خربشه وعض وضربه. اوه ماي جاد. وايلد كاتس. يعني هو عمال يضرب كل التوائم دول مره واحده؟ طب هم معقول كل دول جم في بطن واحده؟ ايه يا زوير، ما انت جاي انت واخواتك ال 12 في بطن واحده. اقلب يا ده يا زوير اقلب، ورينا قناه الكبير جايب ايه. اعزائي المشاهدين، دلوق معاد ختام برنامج اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. واحب اشكر المعزبه سين الف اللي حكت لنا بلوتها مع جوزها جيم نون اللي باع جاموستها من وراها، الجاموسة اللي جابوها لها أهلها من وهي طفلة وقضت معاها أحلى سنين عمرها. وحب أقول لها معلاش، ما تزعليش، الجاموسة تروح وتاجي، إنما جوزك ما يتعوضش أبدا، جوزك ده بميت جاموسة. وأخيراً أحب أشكر كل الزملاء اللي شاركونا في البرنامج. إعداد عم محمد الضيصطي، مصور الحج أبو المكارم، مهندس صوت سامح جمال، مهندس ذكور سامر الجملاوي، جرافيكس الحج منويشي، والمخرج الكبير
الكبير. ومع تحياتي هدية مرة الكبير. ستوب! طلعت موهوبة يا بقرة. أنا كنقفت طبعاً عشان أنا إنسان سطحي وقشرة وبفكر في الأمور من برة، وإنت بقى إنسان عميق وبتفكر كويس، فطبعاً لما تنزل بإيتي وبعد كده ماتريكس وبعد كده أفاتار، فالناس هتتوهم وتتفرج على الفيلم اللي إنت شايفه قدامك ده دلوقتي. لعلمك بقى الناس دي بعد ما جربنا معهم كل حاجة برضو مش هيتفرجوا علينا. لعلمك مفيش أي أمل. برافو برافو، خلصت؟ في حكمة قديمة كان بيقولها راجل حكيم، أنا مش متذكر أصله منين الحقيقة، كان بيقول العبرة بالخواتيم. خواتيم it's like جمع ختمات اللي هي نهاية الحاجات. اوكي. فاللي أنا عملته ده كله يعتبر first step بس. لسه تقيل جاي. اتفرج، أنا هنزل بحاجة هتخلي الصعيد كلها تقعد في البيت، ولا حد ينزل يزرع ولا حد ينزل يقلع. هنزل بأليس إن وندرلاند. أوه أمال إيه يا معلم؟ هينزل يكسر الدنيا. لعلمك أنا كنت أقصد إن أفاتار ينزل من غير نظارات. الناس فعلا الجمهور كله لما شافه حس إن في حاجة مش قد كده. لما نزل النظارات مع أليس إن وندرلاند الناس هتتوهم بالجرافيكس 3D يا معلم، 3D. ولسه الأتقل إيه؟ التوك شو. توك شو؟ لو يعمل حاجة تخلي دكتور فيل وأوبرا ينفسنوا مني بجد. بس يعني توك شو ده هياكل هنا في المزاريطة؟ اللات يا معلم، اللات. احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع لات، في الغيط لات، الناس بتحب اللات. ايه أنجح ثلاث برامج في مصر؟ قول. القاهرة اليوم، البيت بيتك 90 دقيقة. كل ده ايه، برامج طبخ؟ لا، توك شو. يعني برنامج زي 90 دقيقة ده نعمل حاجة زيه ونسميها 60 دقيقة. ايه القلش ده؟ ليه ما عندكش شخصية؟ ليه حرامي كده؟ مش قلت لك انت قشرة من بره وبس؟ فقاعة؟ مجرد فقاعة؟ الناس اعطيتها عشان تعمل 90 دقيقة وانت تاخد 60 دقيقة على الجاهز كده؟ طب خلاص بلاش، نعمل برنامج الخامسة مساء، يعني بيبقى بدري شوية علشان الناس هنا بتنام بدري. السادسة مساء، السابعة مساء. دم الاجتماعي، انت تعريفك دم الاجتماعي، لو اتفقع ملوش وجود، عبارة عن فقاعة عاملة تاتو وتنين. توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي هيجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا، كيف برنامج الاستاذ اللي هتحبه كتير ده؟ ممدوح فرج؟ هاي انت، بكلمك انت. كيف جنابك؟ يا جاموسة انا بقول لك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا لا لا، قصدي جنابك اللي بتاع الاخ اللي هتحبه كتير، عمرو بيه اديب. عموره ده راجل عسول وكيوت خالص. ايه رأي جنابك لو تعمل عندينا انت المزاريطة اليوم؟ والله فكرة مليحة، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقرة ونسموها اسألوا كبير. جديدة الان جدية كبير. شوف هد لي التليفونات وطلع لي نمرة الدكتور عزة ابو عوف. يلا امر جناء. دكتور ليه الف سلامة عليك يا جلوس الطين. عزة ابو عوف اللي هيطلع مع عمرو اديب في البرنامج، كلمه انت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطة اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفه ياخد كام وشوف الديل ايه. طب لو ما ردش او ما فاضيش؟ النهارده اول حلقه من حلقات جوني شو على قناه المزاريطة تي في، قناتكم. جوني شو مش زي اي شو، احنا بنحب نقدم مشاكل قضايا تهم كل مواطن مزاريتي، وبنقدم حلول كمان. النهاردة معنا الحاجة حامد، أحد نماذج النجاح الأسري في قريتنا. وده ليه؟ لأن ابنه هو الوحيد في المزاريطة اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق الصخر ويدخل معهد التمريض. مش بس كده، عمل معجزة أكبر، اتخرج منه. الحادثة دي أثارت جدل كبير في الشارع المصري، لدرجة إن كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاجة حامد عشان يشتروا منه القصة دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. إزايك يا حاجة حامد؟ أهلا مستر جو. جوني جوني جوني. عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك. إزاي إديته بوش عشان يبقى حاجة عادي يعني؟
لا انا قصدي يعني ما انت لازم تقول يعني قول معايا ازاي ابنك حقق الانجاز ده وانت وراه. طيب يعني انت عاوز توصل ليه يعني؟ طب انت قافش ليه دلوقتي؟ يعني اهدى بالهداوة. انا عايزك تقول لنا ازاي كنت بتتعامل معاه في البيت. انا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. انا كنت ارجع من الشغل اخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكرة، كان بيوجع دماغي. انا ما احبش الدوشة، عايز انام، عايز استريح. طردته من البيت خالص، قلت له يا لغور شوف لك حتة تذاكر فيه بعد عني. مارست معاه اسلوب الضغط. هايل هايل هايل. يعني انت كل يوم بتديله جرعة نيجاتيف انرجي وهو بيحولها اوتوماتيكلي لبوزيتيف انرجي. هايل. يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل. مستر حامد، فاصل ونواصل. ايه يا جوني في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني الراجل كلك. ريلاكس ريلاكس لو سمحت، ما تبوظليش شغلي. وشوف برضو عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا انا قلت لك ثانيه واحده. ثانيه انت بتديني اداء تاني؟ تاني؟ ما تنساش نفسك، انا اللي عاملك، انا قناه، انت ولا حاجه من غيري ولا حاجه، وكل البلاتو عارف. انا اديتك تفصيله صغيره قوي تعملها فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته؟ اعمل لك ايه يعني؟ مخصوم منك اسبوع. اتفضل. اوكي ست اعتماد، اتفضلي ست اعتماد. ايوه اتفضلي اقعدي هنا. بص يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي اضاءتك، رستقي نفسك. امشي يلا امشي يلا. وجه معاد الفقرة الثانية. الفقرة دي إنسانية ومؤثرة جامد جدي. فقرة يجعل بيوت المحسنين عمار. ومعانا الحاجة اعتماد. ازيك يا ماما الحاجة اعتماد؟ اه يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجة. ولا مشكلة ولا حاجة يا سي جوني. أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال. وكنت راضية وحمد ربنا والحمد لله. لولا الولية حماته الله يحرقها. ولية عقربة. دماغها معاش شحنوشة من ناحيتي. قاعدة لي على الساقطة واللقطة يا ولدي. في يوم قامت عركة كبيرة قوي قوي بيني وبينها. كلمة مني على كلمة منها جالها جلطة في المخ. جوزي ما استحملش. طب ساكت من الصدمة. بعد ما جوزي مات بيومين الواد الوسطاني سخن جامد جو جو. خدناه ودلينا على الوحدة الصحية. الدكتور كشف عليه وقال عنده حالة وراثية هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطرة. وإحنا راجعين من الوحدة الصحية ركبنا الميكروباص. قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق ترازل علي كده حبتين. كلمة مني على كلمة مني اتقلب بينا الميكروباص. اطمن ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير اترش. او ماي جاد، ترش ايه؟ مبيد؟ اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تقل شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص ما عادش ينفع واصل. بس الحمد لله يا ولدي يعني بخير ما حصلليش حاجه. الحمد لله محروق الباقي. اني واي لو في اي حد عايز يساعد الست دي وانا شك يتنيل يتصل بالارقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشه عندكم دي. ها الناس موهومة طبعا صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجة ان هما محدش شاف البرنامج. انهي منطقة في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب انت كذاب، انا شفت في عينيهم الفرحة.
فانت كدابه منافسن مني يا عم. منافسن انت كمان، الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير المزاريطة اليوم. اسمه كده؟ ايوه. هو كمان دم الاجتماعي زيك، سرق اسم برنامج تاني، انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعة الصيني نجحت في البلد. شش. اتفرج بقى. فاصل وعنواصل. المزاريطة اليوم. اسمع يا ولية، ده آخر فصل في البرنامج وآخر إنذار ليكي. لو قعدتي ترطي وترغي وتحاولي تسرق الكاميرات وتعملي حركات المياصة بتاعتك دي بتجزم على نفوخك. مو أنت اللي قاعد تحجز على أسئلتي. اهدى بالله يا كبير. لا إله إلا الله، ما هي قاعدة تتحدث وسيباني كيف كيس الجوافة طول صلع البرنامج. صلي على النبي يا كبير، ما في بيت بدخله في أي مكان إلا ما بعمل لي خاطر. ليه مش عاوز تعمل لي خاطر يا كبير؟ كيف تقولك ده؟ ده أنت خاطرك على راسي من فوق يا ست فاطمة. ربنا يحافظ عليك يا كبير. دلالاكي كان زماني طخيتها على الهواء مباشرة وتويتها بقلب البلتوه. يا ستار يا رب. يا اسكت يا اسكت، هذا البتاعة دي عتقشعرني. اللي مصبرني على البتاعة دي انك بتاع تامر امين. انت اتجنيت يا تعلي صوتك بعد البرنامج. الهوى يا كبير الهوى. وارجع لكم تاني من الفصل الأخير من برنامجكم المحبوب المزاريطة اليوم. في الأول أحب أقول كلمة لكل المشاهدين، معلش ما نقدروش النهاردة نستقبل إيميلاتكم، الكمبيوتر هند، وبرضك ما نقدروش نستقبل الاس ام اس، الشبكة واقعة. وده ليه؟ عشان الضغط على البرنامج قد كده. اللهم صلي على النبي. الوقت يا كبير الوقت. ايوه منور الدنيا كلها ست فاطمة. نور عليك يا كبير. الله يخليكي. طبعا بعد النجاح الباهر اللي حققتيه في اغانيكي زي عالزرعية وهدالك ويا سنبتيك، سمعنا انك بتحضري دويتو عالمي مع الفنان ريكي ماركت، دي صح ولا اشاعة؟ لا مش اشاعة، اعلنوني وانا قلت اسمع الاوديو وافكر اشوف هوافق ولا مش هوافق. والحقيقة عاملة دويتو عالمي مع الفنانة العالمية شاكيرا. الدويتو اسمه البنت دي وسطها ما بيهمتش، ويا رب يعجبكم. من ناحية حيعجبني حيعجبني يا رب. طبعا ما هينفعش تكون قاعدة مع ايه. ما تصلي على النبي يا جماعة. عليه السلام. ما فيش حاجة. في ايه اللي حاصل؟ كنت نايم في التكييف، ما فيش أي حاجة. خلاص قول أنت، أنت طلعتني من المود. طب يا ست فاطمة، يعني للأسف الحلقة قربت تخلص، وقبل ما تخلص كنت عاوز اقول لك ان فعلا حضرتك اثرتي في الناس جدا جدا جدا. يعني انا يذكرني موقف، انا عندي واحد صاحبي سمع حسنين ومحمدين، وحسنين خلف 11 عيل، راح مخلف 11 عيل فعلا. ما هو يا سيدي الناس بتسمع حسنين ومحمدين وعمالين يزربوا في العيال على طول. اللهم صل على النبي، ما هو ده تاثير جامد جامد يعني. ما فيش كلام. انا زعلان. لا ريلي ريلي زعلان. أنا ما زعلتش كده من يوم ما مايكل جاكسون مات. الناس هنا محلية. إيه؟ يعني مش قصدي مسكرة يا غبي، قصدي لوكال لوكال. أوكي. يعني سايبيني أنا بستايلي ده كله، بص شايف النقشة؟ أنت عارف دي جايبها منين؟ ورايحين يتفرجوا على فاطمة فيست. يعني أعمل إيه؟ أقفل القناة ولا أقلبها قناة مريبة وأسميها شترايك وتقف أنت تتمايس وتقعد تقول زمانها ماما جاية، رتبها تاخد جايزة، أعمل إيه؟ بص يا جوني، هو مفيش غير حل واحد. أنا ما كنتش عايز ألجأ له بس واضح ان احنا مضطرين. لا 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 توماس ما تتنزلش، محروقه قناه. لا جوني انت فهمت غلط. ما تتنزلش جوني. جوني انت فهمتني غلط. جوني there is only one way. ايه؟ احنا هنضرب تحت الحزام. يا معلم لو عايز ينولك شرف انك تنزل اعلاناتك في اجمد قناه في وجه هيبلي وفي الميدل ايست سون ان شاء الله، يبقى ما تتكلمش معايا في الفلوس. ما تناقشنيش فيها، اللي بقول لك عليه اسمعه وخلاص. ما بتناقش في الفلوس، مات الكلام. مات 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 مات، الله يرحمه، البقاء لله، مات الكلام. ايه ده؟ ايه ده؟ الخط هيقطع، انا ركبت اسانسير، ركبت اسانسير، باي. مش ممكن، هو الناس الجامدة يعني لازم تبقى طول الوقت تليفونات عاملة كده؟ جوني ما ينفعش، لازم تتهاود معاهم شوية بالسعر. أتهاود ليه؟ ليه أتهاود؟ أجمد حد في الميدل إيست إن شاء الله قريب، ليه أتهاود؟ شوف مين؟ مش قادر أرد على حد خلاص. ده هدرس. قول له أي حاجة، قول له اتقلب بيه بتاعه مات. ألو؟ أيوه هدرس. لا 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 أنا جوني، أنا توماس. لا جوني جاسكي وقع بيه في الترعة ومات.
اقول لك بلاش ده حمار ممكن يقلدني وينتحر، قول له اي حاجه تاني. ايوه لا 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 هو هيكلمك كمان شويه. ايه يا نهار اسود ايه؟ طب 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 خلاص انا هكلمك كمان شويه. سلام سلام. مستثمر سعودي هيمول قناه الكبير. او ماي جاد. هذا وقد قام الكبير مع الشيخ سامر بن حمد بإعادة افتتاح قناة الكبير ون. الو ازيك يا باشا؟ ازيك يا كينج؟ لا ابدا ابدا ما فيش حاجه، هو الاسانسير بس ما فيش فيه نتورك. تلغي ايه؟ ليه تلغي؟ على فكره انا 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 عامل لك اوفر جامد جدي، هنزل لك لحد 50. الو الو انا سامعك. ايوه انا سامعك انا سامعك. ما تصعبش. ايه قال لك ايه؟ عمل معايا نفس حركه الاسانسير الواطيه. حلق لي. هاي واتس اب اشلي. مسيو بيب عامله ايه؟ نسيتو تمام. ايه كايرو عامله ازاي؟ انت مش متخيل كايرو زحمه زحمه زحمه. اشلي طمنيني جبت الحاجه؟ حاجه ايه يا عمي؟ راحت سكور، ما تقولها الهدايا، ما احنا عارفين ان راح تجيب هدايا. طيب البضاعه وصلت. ايه جبت الحاجه والبضاعه؟ دي محشيه. لا 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 دي دبدبي عاديه محشيه قطن. شور شور. هدرس روح جيب بقى الهدايا من بره. طب بالاذن. تعالى هنا. ايه اللي في ظهرك ده؟ او ماي جاد ده عيب خلقي؟ لا ده حير. يا حرام. يعني انت جدتك من مامتك عندها نفس التكوين؟ لا انا بس. ايه الهبل ده؟ انتوا ازاي صدعتوه؟ هو في حلب؟ ايه تضحك يا احبل؟ تسرقني انا؟ تسرق الراجل اللي عملك وبنيك؟ الحكايه عمرها ما كانت شعر اصفر او لبس كاتشي او انك طول الوقت تقلدني وتعمل. لا لا الحكايه من جوه. عاوز قلدني قلدني جو اهيد، بس قلدني في الخير في السلام في الوئام. انا بجد مصدوم فيك. امشي من وشي في يوم الدين. هاتوس ويت. ايوه اوعدك لو اتغيرت بجد من جوه الدبدوب ده هيبقى ملكك. اوعدك هتغير. كلام رخيص كلام رخيص قوي يا هاتوس. انا عايز اشوف حاجه عملي. لحد اليوم ده ما اشوفش وشك تاني. امشي. كل سمحتك امشي. يا جماعة احنا عايزين نخلص موضوع المحل ده بسرعة. معك حق. الفالنتاين كمان أسبوع. لازم نلحق نرص الحاجات دي في المحل عشان الناس تلحق تختار هداياها. أنت جبتي حاجة للبوي فريند بتاعك اسمه إيه؟ توماس؟ فوكس؟ اسمه إيه؟ لوكس. Anyway جبتي له إيه؟ عشان هو برج الأسد فجبت له ورد وتشوكلت وأسد لعبة. ده باين إن هما جوز هبل. نعم. لا قصدي توماس وهدرس. بعدين تعالي هنا، برج الأسد إزاي؟ أنا شفته. ده اخره في الابراج الصيني، برج الجمبري، برج البورس. حرام عليك ده كل حاجه فيه اسد. شخصيته حركته مشيته ديله. بقول لك ايه، انا بجد يعني نفسيتي تعبت من اللي عملته في هدرس. هو انا قصيت عليه بزياده؟ بص بقى بصراحه يعني احنا كان لازم نسلمه للكبير يمسكه السلك عريان. هو ماله؟ هو تلاقيه يعني ضحيه بيئته، يعني اتولد في عيله مثلا واطيه، اتعلم حاجات زباله من ابوه، يعني مش بيده. طب خلاص ما دام انت شايف كده روح صالحه. معاك حق، وبرضه الحق يمكن يكون مخبي بطوط في كلسونه. هدرس. What a beautiful day. السلام عليكم يا جناب العمدة. وعليكم السلام. ها في حاجة في دماغك معينة ولا تحب تاخد فكرة؟ يعني عايز حاجة على زوجك. طب أنت ستايلك إيه؟ إسهال. إيه القرف ده؟ بقول لك ستايلك إيه؟ مش عندك إيه؟ إسهال إسهال جنابك، يعني لو لقى عندك دوس فلافيل أي حاجة تانية هي مش دي أجزخانة برضك؟ أجزخانة إزاي؟ الأجزخانة العلامة بتاعتها معروفة، تعبان عنده هانج أوفر وبيرجع في حوض أو في كاس. فين هنا بقى؟ فين العلامة هنا؟ كل الدباديب دي شايفها أجزخانة إزاي؟ ومن المكان ده إيه طيب؟ جفت شوب. عيد الحب كل سنة وأنت طيب. جفت إيه وبتاعي إيه؟ وبعدين إحنا فين والعيد فين يا بيه؟ يا بني آدم أنت 14/2 ده عيد الحب، يعني كمان كام يوم لازم كل راجل من اهل البلد يجي هنا علشان يشتري هديه دبدوب ورد لمراته علشان يعبر ليها عن حبه في عيد الحب. يعني بدل ما ادخل على العلب بشويه فاكهه ولا ادخل على وليه بكيلو لحمه ادخل لها بدبدوب؟ يا راجل عيب عيب. انا اقول لك نصيحه واحده لوجه الله،
اقفل المخروبه دي، انت مش عيل صغير. لا حول ولا قوه الا بالله. كئيب موت. بيوتيفول داي فور ريل. خلاص بقى يا جوني كابني. معلش خلاص، لازم دلوقتي نركز علشان زمان الناس هيخلصوا شغلهم ويجوا على هنا اكيد علشان ياخدوا الدباديب بتاعتهم. سو ويرد سو ويرد. ريتنا كنا فتحنا محل كشري. مفيش حد هنا فاهم يعني ايه فالنتاين، واستحاله يفهمه ولا حتى بعد 100 سنه. ليسن جوني، المحل بجد تحفه، بس احنا محتاجين نكثف الدعايه بتاعتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي قول لي يا كبير، هو ايه الفالنتاين ده؟ هي شوطة في البلد ولا ايه؟ ده عشر حد يسألني عن الزفت ده. الفالنتاين ده تقليعة من تقاليع الأمريكان وبنونا بيها. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايصوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم. وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوه. باه. واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه. استغفر الله العظيم. في ايه هدية؟ انت قلقتيني بالمسج اللي انت بعتيها دي. دلوق انا عاوزة اسألك سؤال. اتفضلي. ايه الفالنتاين ده؟ طب ومطي صوتك ليه يا هدية؟ احسن استغفر الله العظيم تطلع حاجة حرام ولا حاجة. لا طبعا مش حرام. وطي حسك بلاش فضايح. فضايح ايه بس؟ يا هدية الفالنتاين ده يعني عيد الحب، عيد الحب يا هدية. طب انا فهمتك دي من التلفزيون، بس الكبير قال لي ان هي حاجة استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ايه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الرجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوة حلوة كده يعني. طب انا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لانك اكيد مش بتحاولي تحسسيه بمشاعرك دي، لازم توصلي له مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهدية مثلا. ده انت حتى اسمك هدية. هو لازم الموضوع الهدية ده؟ طب ما ينفعش ندي لبعض فلوس؟ فلوس هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني اجيب له طلقة من المكتب عشان الطلقة اللي معاه خلص. طب اطلع هتلقى الطلقة في الجردة التحتاني. امر جنابي. ها قولي. بصي يا هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون في عيون الرجل والست حاجة كبيرة جدا. فزاع مالك يا واد مبومك ده؟ ايوه يا ست هدية. بتعمليه عنديك؟ بجيب المنجة للمنجة. منجتي؟ انت مش جايلي طالع تجيب طلق؟ ايوه بلا بلا باخده، قصدي الطلق، الطلق يا ست الناس، الطلق. قال منجا، قال احنا فين والمنجا فين؟ قوم يا تفز. امر جلال. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. يلا يا ولي جهزي لي العشاء. امرك يا كبير امرك. واه انت طرشتي ولا ايه؟ فين الوقت؟ جاهز يا كبير. امال في ايه؟ اصلي كنت عاوزة اقول لك حاجة كده. ايه؟ بص لي في عينيا يا كبير. خبر ايه وليه؟ بص لي زين. اها. ده تمرين مغمطيسي ده؟
أنا بحبك قوي يا كبير، بحبك من كل معاميعي وما قدرش استغنى عنيك واصل. يلا عاد قول لي كلام حلو انت كمان. عيني بس انت عارفة اني بستحي يعني اتضيري شوي. ماشي يلا يا ابو الخيرين حضرين الوكل يا ولي. ها ايه اللي حصل؟ ضربني بالبلغة. ايه ده ليه كده؟ كان جعان وعايز ياكل. اكيد انت عملت حاجة غلط يا هدية. ان شاء الله عدمك ما عملت حاجة غلط، انا نفذت كل اللي قلتي عليه. امال هو كده ضربك من غير اي تفاهم؟ لا هو قال لي اتدير الاول وبعدين شوحني بالبلغة. اوكي انا فهمت النوع ده من الرجالة، النوع ده بيحب السربرايزز. انا بقى اخليكي تعملي له ليلة فالنتاين عمره ما هينساها. ماشي معلمك عادي يا معلمك عادي. هتفضحنا يا جسمك، انت عرفتني كيف؟ وانا توه عنك يا معلم، ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتزف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتقعد في البيت كيف النسوان وهتترجش كمان. انا ما جبنيش هنا الا الشديد القوى يا معلم. ليه؟ مرتك بوزها شبرينك في البومه وقاعده قرفاك في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفالنتاين ده؟ ايوه لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني انا كمان يا ابو مخ ظلم. بس انا الموضوع قلب عندي صريخ ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا، قلت اخدها من قصيرها واندل اجيب الهديه واطاطي للريح. صح يا معلم، ربنا يكفيك شر كده الناس. امين يا رب العالمين. يا دي زوير لا انا شفتك ولا انت شفتني، سامح يا جد؟ عيب عيب يا معلم، سرك كبير يا معلم. اجعيدي جسمه جسمه جسمه. سلام عليكم. ايه ده فزاعه، ايه المفاجاه دي؟ انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. صح صح مبسوطه. ايوه طبعا مبسوطه ان كل اهل المزرطيه جم النهارده عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقول لك يا ست شلي، عاوزه اجيب هديه دي للجير فريند بتاعتك صاحبتك يعني. لا يا لسه ما بقيتش جيرلي فريند، اللي انا ناوي النهارده يبقى لي. ناوي اهديها الهديه واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت برافو عليك يا فزده، دي مناسبه هايله عشان تعمل كده. اخترت حاجة؟ لا اختاريه وانتي سيدة الاختيار الأولى. نجلي انتي حاجة وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عاملة زيك كده، هتحب المزازيك. طيب مش بتحب اي حاجة تانية؟ ما خبرش اصلا انا ما اعرفش عليها حاجات كتير يعني، لما هي عاملة زيك كده. طيب انا هحاول اضبط لك حاجة على زوجي، تحب لفها؟ لا تلفي ايه، هقول لك دي كيف النسمة، ما تشربش مخدرات. مخدرات؟ انا قصدي لفها لك هديه كادو. اذا كنت انت حابه تعملي كده لفها لي. تحبي معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزاعه دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. السلام عليكم. احنا كده تقريبا خلصنا. بص هدايا زي ما اتفقنا عشان رومانسي كلمتين حلوين طلعي له هديه وانت بتقولي له ان very romantic way happy valentine sorry baby كل سنه وانت طيب يا احلى حاجه في حياتي، ولو ما تاثرش برضو اطلبي الطلاق على طول. تفي من خشمك طلاق ايه الا قولي لي يا اشلي، تفتكري الحاجات دي هتجيب نتيجه معاه؟ الحاجات دي بتجيب نتيجه مع اي راجل اصلا، بس انت كده ما تبقيش مقفله. فتحي فتحي. life is beautiful girl. اوكي ماشي perfect let's go. صحيح ما تحطلوش الاكل كل مره واحده لان مني واحده واحده، المهم يعجب فايده بس. ما تقلقيش good luck you too.
اوه ايه يا لا ده انا بس نسيت الموبايل بتاعي. بخ انت فزان بتعمل ايه هنا في اوضتي؟ لا 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 كل عام وانت طيب يا ست الناس. هابي فالنتاين دي. سو مين اللي قال ان الحريم هتحب المفاجآت؟ مش انت؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ بصراحه كده يا ست شلي انتش غريبه. انت من يوم ما طليتي على البلد كيف البدر في السماء وانا حالي بقي غير الحال. احنا مش الليل ولا النهار. Are you okay؟ انت سخن ولا حاجه؟ لا يا ست الناس دي صورتك اتفحرت في قلبي ما عاد فارقش خيالي. دايما صورتك قدامي وانا باكل وانا بشرب وانا بزرع وانا بقلع وانا بلعب التليفون. صورتك دايما قدامي يا ست الناس. انا استشلي. انت ايه انجز؟ انا بحبك استشلي بحبك. او ماي جاد فزاع انت فاجئتني. ده اليوم اللي كنت بحلم انه ما يجيش. بص يا فزاع انا مش عايز اجرح مشاعرك بس I got a boyfriend in America. What؟ انا مرتبطه. مرتبطه كيف يعني؟ متجوزه؟ لا مش متزوجه يعني بس يعني انا بحب واحد في امريكا. بص ده لوكس. ده لوكس من غير خلاجات. لو عاد حب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح كنت ما فتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لساه بريء تحكم ظلمي كيف في بريء وتفوق قلبي لحاله غريق في التيار. اتحملت معك فوق طاقتي كان إخلاصي هو خطيتي كان إحساس إنك مش ليا صدمة حقيقي تقيلة عليا كان إحساسي بغدرك بيا كله مرار. لو حبيتني كنت تضحي كنت ما تجرحنيش في عواطفي كنت ما رحمتني لحظة ضعفي كنت وقفت معايا بصفي وأنا بلها. ويا كبير قالي ساعة بنده عليك يا جلوس الطين. كنت عم تحلم ولا ايه؟ ليه يا كبير بنهار؟ تنهار؟ فين ستك هدية؟ يا كبير اخفي جوا اخفي جوا وانت اخفى من وجهي يا كئيب. وابقى عندي حكاية. ايه يا ولي مخبل اللي انت لابساه ده؟ في رجالة معنا في الدوار. ما فيش غيرنا في الدوار يا كبير. ما الوجه فزاع كان هنا دلوة. ما هو غرفة ده يا كبير. نفض له عادة وركز معاي. أنا محضرة لك مفاجأة. باه طب إيه قول لك عادة إن أنا كمان محضر لك مفاجأة. طب قول أنت الأول. لا قول أنت الأول. تعدمني اللي أنت قايل. ما تضايقيش خلق مالي يا ولي الأسفخ الكف أفلقك نصين. طب تعال نخش الأوضة. المفاجأة في الأوضة؟ أيوة بس غمض عينيك الأول. حريقة ده أنا كنت محضرة لك ليلة ولا ألف ليلة وكنت جايبة لك هدية وعملت لك عشوة عشان تعرف قدي أنا بحبك بس كله راح. الهدية اتحرقت والأوضة ولعت والأحمر باظ. خلاص يا هدية ما تبكيش بس يا بنت. قولي خلاص عاد خلاص هيدا ماشي بدي هدية. ما عاوزاش تعرف المفاجأة بتاعتي ايه؟ ايه قلت لك لعبة البوكس الجديدة. انا مش مصدقة يا كبير. دي عشان البلنطين؟ لا دي عشانك انت. ربنا يخليك لي يا كبير. الهي ما يحرمني من دخلتك علي. مش هتسمعني حاجة حلوة عاد؟ والله انا ما جهزتش بس عشان خاطرك انت والله. ايه يا كبير انت حتغني؟ بقول لك قول لي كلام حلو. انا اقول لك بس ديري وشك الناحيه الثانيه عشان بس تحكي.
ماشي هتضرب؟ لا بحبك يا بقرة.